طبعا مباراة مهمة بالنسبة لنا، بغض النظر عن طبعا ترتيب المجموعة زي ما انت اتكلمت فيها، لكن مباراة مهمة بالنسبة لنا، استعادة الثقة لينا، وتأكيد طبعا للحالة الفنية، عاوزين نأدي أداء كويس ونطمن جمهورنا برضو الفترة الجاية. وزي ما قلت النتيجة مش هتغير في ترتيب المجموعة، لكن هي مباراة مهمة بالنسبة لنا ورد اعتبار بالنسبة لنا، إن شاء الله نقدم مباراة كويسة وأداء كويس إن شاء الله. والله طبعا دي من الحاجات طبعا المؤثرة طبعا في معانا الفترة اللي فاتت، يعني خصوصا يعني اللعيبة مؤثرة جدا في أدائنا، علي معلول متولي طبعا الإصابات الكبيرة اللي موجودة معانا، لكن أبرزها طبعا معلول ولعيب مؤثر بالنسبة لنا طبعا، و لكن برضو عندنا برضو النهاردة ممكن يكون برضو احتمال ياسر إبراهيم برضو نفس القصة يكون عنده إصابة نتأكد منها النهاردة، برضو هتبقى من الحاجات برضو اللي هتبقى مش حلوة بالنسبة لنا، لكن عندنا الحمد لله ثقة، والراجل دايما بيتكلم في النقطة دي، عندنا ثقة كبيرة في كل اللعيبة الموجودة، وإن شاء الله نقدم أداء كويس ونرضي فيه جمهورنا إن شاء الله. لا طبعا مهمة جدا طبعا مباراة سيمبا، زي ما أنا اتكلمت وأنا ما قلتش تحصيل حصل، أنا قلت مباراة مهمة بالنسبة لنا، مهم جدا إن احنا نكسب فيها ونرجع الثقة لينا لجمهورنا تاني ونأدي أداء كويس. يعني الحاجة التانية طبعا مباراة الكاس زي ما أنت اتكلمت فيها، مباراة مهمة بالنسبة لنا طبعا، هندي فرص فيها اللعيبة، والراجل اتكلم فيها اللي هيدي فرصة اللعيبة اللي مش مشاركة أو اللعيبة اللي راجعة من الإصابات إن شاء الله، لكن الأهم بالنسبة لنا دلوقتي اللي هو مباراة النهاردة. يعني إن شاء الله علي ممكن من 5 أسابيع إن شاء الله يكون موجود معانا، بعد 5 أسابيع إن شاء الله يكون موجود معانا، لعيب مؤثر بالنسبة لنا وقوة كبيرة جدا يعني، اتمنى طبعا انه يرجع بسرعه هو وبقيه المصابين، وان شاء الله عشان نكتمل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني على بدايه الادوار التاهيليه الادوار النهائيه ان شاء الله يكون موجود كل اللعيبه معانا باذن الله.